الجمعية العمومية لما يكتمل النصاب 300، وبناء عليه المفروض النهاردة دعينا ل 150 طبيب موجودين ناقد الجمعية العمومية بقدرة قادر. امبارح المجلس كله انعقد امبارح بالليل عشان ياخدوا قرار الجمعية العمومية ملغية. طب الناس اللي ما عندهاش نت، طب الناس اللي ما عندهاش كمبيوتر ولا اي حاجة يعرفوا منين؟ كلنا جينا. طب انا عرفت واتبلغت من الدكتور سامي وطلعوا بيان، مع اني انا عاتب على الدكتور سامي برضو انهم اخدوا بيان بالتوافق وان المفروض الجمعية العمومية لم تعقد. انا استاذ الجامعة بيتخرج الطلبة عندي تلات ارباعهم بيشتغلوا صبي صيدلي، وده غير مقبول لا علينا ولا على مهنتنا ولا على اولادنا. فحضرتك ما تجيش امبارح تتهمني وتقول عندي مستندات محولة للنائب العام بانك اهدرت مال عام وبان عليك قضايا تزوير وفساد. انا بتكلم على كلا الطرفين، وبعدين في غفلة من كل اعضاء النقابة تتصالحوا او تتساوموا او ايا كان، وتفاجئونا النهارده بعد وقفه في الشارع بالمنظر ده واحنا ناس محترمين ان انتوا تصالحتوا وكان مفيش حاجه. انا بطالب كلا الطرفين ان هم ما يتصالحوش. احنا مش انا مش موافقه، اللي يوافق طبعا زي ما الدكتور علي قال يوافق. انا شخصيا مش موافقه على التصالح الا على يد النائب العام. انا قادره منكم بمصلحه الشباب شويه، لان انا لما رشحت نفسي ما كنتش عايزه الكبار. الكبار احنا كلنا وشربنا وتعالجنا وكل حاجه احنا خدناها. انا بتكلم على الشباب الصغير اللي هم ما بيدفعلوش. في 8000 دكتور بيطري في القاهره لوحدها، فين هم؟ بص حواليك كده كلنا العواجيز، كلنا الكبار. انا النهارده بقول لو كانوا الاثنين اصطلحوا، الاثنين اصطلحوا ووجودهم هنا دلوقتي بيقول ان احنا اصطلحنا وان مفيش مشاكل وهم كبار في السن مش هيكذبوا علينا. ولو طيار الاستقلال اصطلح دي واحده يا دكتور احمد، لو طيار الاستقلال انا بقول انه اصطلح عشان ترمخوا مع بعض، يبقى انا برضو بتهم طيار الاستقلال. انما وجود طيار الاستقلال النهارده مع اللي باقي من النقابه القديمه معناها اعتذار من الاستقلال حتى لو ضمني. لو موافقين على كلامي اكمل، لو مش موافقين كفايه يا كده خلاص كده. معنى يا سيدي وجود التيار الاستقلال مع النقابة الأساسية ده معناه اعتذار. يا جماعة ما تستخفوش بينا، يعني انت كدكتور كمسؤول عن الاستقلال يا ريت توصل مع احترام شديد لزمايلنا. انا راجل 20 سنة في الحكومة، ازاي تقفل انت مكتب الأزبكية؟ انا جايب شنطي ومعايا فلوس ناس، ازاي تقول لدكتورة في معهد بحوث هناك ان 30/6 عليها 500 جنيه جايب فلوس معايا بتاعت الصندوق التكافل، اجي الاقي الصندوق مقفول هناك بقفل وهنا الكمبيوتر مهنج. طب وبعدين يعني انا سنتين بصراحه دون النظر لمين كان ماسك النقابه، انا عضو نقابه فرعيه في اسوان، كانت الامور بتمشي ايزي. باجي الاقي احترام شديد، بلاقي العامل هنا مستنيني بوجه مبتسم من اول السنه دي، يعني بصراحه معامله زي الزفت. جيت عشان اقابل حد من الزملاء اللي موجودين مش لاقي حد اشتكي له. يدخلهم الموظفين اللي يخدموهم يقفوا على الباب يطردوهم، هذه جريمه لا تغتفر ابدا. مرتين النهارده، مرتين يوم الاثنين اللي قبل الفات والنهارده، ويومين اجازه يوم الاثنين ويوم الاحد، ما فيش طبيب بيطري. ولذلك انا بطالب الدكتور سامي طه النقيب العام لطب البيطريين بمصر ان هذه جريمه ما تتعداش ويجب التحقيق فيها ومحاسبه المتسبب.